بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله إخواني وأخواتي في تكملة لبرنامج دقيقة قدرات، مع تكملة لشرح تجميعات القدرات من اختبارات الفترة الأولى، واللي كانت غالبية الأسئلة من هذا الكتاب الجديد من هنا نبدأ القدرات المستوى المتقدم رقم 6. مع هذا السؤال المهم بيقول هنا: ما مساحة شبه المنحرف ألف جيم هاء واو؟ معطينا هذا الشكل، هذا عبارة عن مستطيل وعليه بعض الأطوال، وطالب مني مساحة شبه المنحرف ألف جيم هاء واو اللي هو هذا المظلل، لو شبه المنحرف المظلل هذا. طبعا انتوا عارفين قانون شبه المنحرف اللي هو عبارة عن نصف القاعدة الأولى زائد القاعدة الثانية ضرب الارتفاع، بنقول عليه بسرعة كده نصف مجموع القاعدتين المتوازيتين ضرب الارتفاع. هذه القاعدة المتوازية الأولى وهذه القاعدة الثانية مش موجودة، والارتفاع اللي هو 4. في خطأ شائع هنا عند كثير من الطلاب، اني قال ان واو هنا في المنتصف يبقى هنا 4 وهنا 4، هذا كلام غير صحيح. انما الصحيح ان انا اجيب واو هاء من خلال تشابه المثلثين، هذا المثلث الصغير اللي فيه نجمة والمثلث الكبير اللي هو من اول الف الى دال الى جيم. تعال نسمي الضلع ده مثلا وليكن سين، هقول هنا الضلع سين على الضلع المناظر له في المثلث الكبير اللي هو 8 هيساوي هنا الضلع 12 من المثلث الصغير 12 على طول الضلع كاملا اللي هو ده اللي هو 12 و4 يعطينا 16. طبعا لو قسمت على 2 عشان ابسط النسبه دي، على 2 فيها 6 على 2 فيها 8. اذا كان هنا 8 وهنا 8 وهنا 6 فلا بد تكون السين تساوي كام؟ تساوي 6. يبقى الضلع المفقود اللي هو ده اللي هو سين هيكون طوله 6 القاعده المتوازيه الثانيه. اطبق القانون، نصف مجموع القاعدتين المتوازيتين، القاعدة الأولى هتكون 6 والقاعدة الثانية 8، 6 و 8 كام؟ 14، نصف ال 14 ضرب الارتفاع اللي هو 4، نصف ال 14 اللي هو 7 أضربها في ال 4 يعطينا 28، وبكده أختار باء. مع سؤال آخر هام، بيقول هنا إن أنا عندي المثلث أ ب ج، مثلث قائم من الزاوية في باء، قارن بين طول أ ب وأ ج وطول ألف باء وباء جيم. في استراتيجية في مسائل الهندسة الغير مرسومة ان انا ارسم الشكل. هنعتبر الان هذا مثلث قائم الزاوية، وهو قال قائم الزاوية في باء، اضع هنا ألف او تحت ألف مش مشكلة، هنا ألف وهنا جيم. نخلي بالنا في المقارنة ان هنا ألف باء وهنا ألف باء، خلاص ممكن الغيهم مع بعض كده او اخرهم على جنب. هنا اصبح ألف جيم، ألف جيم اللي هو ايه؟ يمثل هنا الوتر، وهنا ضلع اخر. انتوا عارفين طبعا في المثلث القائم الزاوية الوتر هو أطول أضلاع المثلث، يعني أ ج هنا هيكون أطول من باء ج، وبكده أختار القيمة الأولى أكبر من القيمة الثانية وأختار أ. مع سؤال آخر هام مع الهندسة، بيقول قارن بين القيمة الأولى قيمة س الزاوية س وهنا ص زائد ع. معطينا في المعطيات هنا الخطين متوازيين، هذا الخط الأول وهذا الخط الثاني، وقطعهم كده. قلنا في حاجة مميزة اسمها حرف الام. لو انا عندي كده خطان متوازيان ابحث عن حرف الزي او حرف الام. ايه حرف الام؟ ان الزاوية هذه مع الزاوية هذه مجموعهم يساوي الزاوية اللي هي في هذا المكان. طب تعال نقول كده، اذا كان هنا صاد فهنا صاد بالتقابل بالرأس، واذا كان هنا عين فهنا عين بالتقابل بالرأس. تعال نطبق حرف ام، هنا حرف ام بهذا الشكل كده، كلام صحيح. هنا حرف الام يعني زاوية صاد زائد زاوية عين هتساوي زاوية سين، يعني القيمة الأولى هتساوي القيمة الثانية، وبكده أختار جيم.